بيان عن اللقاء التشاوري بين حكومة السودان والوفد الأمريكي بجدة، إيماء إلى اللقاء التشاوري بين حكومة السودان برئاسة الوزير محمد بشير أبو نمو والوفد الأمريكي برئاسة السيد توم بريليو المبعوث الأمريكي للسودان بشأن دعوة السودان للمشاركة في ملتقى جنيف، وقد انعقد اللقاء التشاوري يومي 9 و10 أغسطس 2024 في المملكة العربية السعودية. وفقاً لمقدمات وفحوى اللقاء التشاوري تلاحظ ما يلي: 1- عدم التزام الوفد الأمريكي بدفع الميليشيا لتنفيذ إعلان جدة، والذي يتضمن الالتزام بحماية المدنيين في السودان ويستند على القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان. 2- إصرار الوفد الأمريكي على مشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة كمراقب في اللقاء. 3- لم يقدم الوفد الأمريكي ما يبرر إنشاء منبر جديد. 4- اعتمد الوفد الأمريكي على معلومات غير صحيحة في تقييم الموقف في السودان. تعبر الحكومة السودانية عن تطلعات وآمال الشعب السوداني الذي تعرض لكافة أشكال العنف والانتهاكات الجسيمة، وفقد على إثرها منجزاته وممتلكاته المادية والمعنوية والحضارية بواسطة الميليشيا المتمردة. وتؤكد حكومة السودان تمسكها بتنفيذ إعلان جدة الموقع في 11 مايو 2023 وترفض وجود مراقبين جدد أو مسهلين، وترحب بالمبادرات التي تلبي وتستجيب وتحفظ سيادة البلاد وكرامة الشعب السوداني. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.